السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة. نتواجد أمام مستشفى محمد الخامس أو المستشفى الإقليمي محمد الخامس، باعتبار السياق اللي كيعيشوا المستشفى، ربما الموجة ديال الغضب العارمة اللي انتابت مجموعة ديال المناضلين والمناضلات بمدينة أسفي نتيجة ما يقع داخل أسوار هذا المستشفى. وما أنا إلا واحد من 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 ضحايا هذا المستشفى، وما أنا اليوم إلا واحد من الناس اللي تأطروا بصراحة بالفساد العارم اللي كاين خلف هذه الأسوار. مستشفى محمد الخامس أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه وصمة عار في جبين مدينة اللي تصنف من المدن العريقة، واللي كانت صراحة تحتاج أنه يكون فيها مستشفيات ترقى إلى المستوى المطلوب. طيب، نحاول نشرح أكثر الواقع المأساوي لمستشفى محمد الخامس. مستشفى محمد الخامس دائما كيعيش واحد الخصاص كبير جدا في الموارد البشرية، قبل ما كان قبل كيعيش خصاص على مستوى التجهيزات. فسنوات طويلة وحنا كنعانيو وكنندو وكنستهجنو وكنستنكروا المسألة ديال عدم وجود تجهيزات بمستشفى محمد الخامس. ففي لحظة من اللحظات اكتشفنا أن المستشفى حاول أنه نسبيا يوفر التجهيزات الكافية، لكن فإذا بنا الآن كنصطدموا بالمشاكل اللي كنعيشوها على مستوى الموارد البشرية. نعطي مثال، مثلا ليلة العيد، ليلة أو صبيحة يوم العيد، أنا شخصيا حليت بالمستشفى ديال محمد الخامس بعد الفجر تقريبا بقليل. كان هناك مشكل صحي عند الأم ديالي، فإذا بي والله وثم والله كنلقى أطفال كتبكي، كندخل المسار الأحمر كنلقى الناس المسار الأحمر عامر، وفي نهاية المطاف كنقلب على مسؤول واحد ولا على طبيب واحد اللي ممكن نتواصل معاه في شأن ما وقع الأم ديالي ولا الحالة الوضعية ديال الأم ديالي اللي جبتها في هذاك الصبيحة في هذاك الليل المستشفى. ما كنلقاش ولا طبيب واحد. شكون اللي كاين لي زاجون ديال الأمن، كاين رجال الأمن. فاضطريت هو أنني نمشي نطرق الباب باش نفيق طبيب داخلي، وهنا كنسطر على الجملة ديال طبيب داخلي. ما لقيتش طبيب الطبات الأطقم الطبية، ما لقيتش سميتو الممرضين في المسار الأحمر، لقيت فقط طبيب داخلي، طبيب انتغن، اللي اضطريت أنني ندق في الغرفة ديالهم الداخرة. الناس كيعرفوها في القرب المسار الأحمر، وأنني نفيقوا من الناس وناض مشكورا وخرج وحاول قدر المستطاع أنه يتدخل. وجهت لي واحد السؤال بشكل مباشر، قلت لي واش أنت بوحدك؟ قال لي أنا بوحده في هذاك لا ممرضين لا طبيب رئيسي اللي غادي يشرف عليه باعتبار انه طبيب داخلي متدرب. فهل يعقل؟ هذه مساله اخرى. وانه ملي مشيت للمسار الاحمر لقيت ناس كيبكيو، ناس كيتوجعوا كيتالموا. وجهت الخطاب لواحد السيده قلت لها واش معكم شي حد؟ قالت لي راه ما شفنا وليدي حتى شي واحد. واحد اخر مثبتين ليه الاكسجين والله كاملين كياكدوا نفس الامر. وباش نزيد انا نوضح واحد المساله، وهي ان هذه الامور هذه اللي كنقول هي موثقه في التسجيلات، هو ان مستشفى محمد الخامس ليله العيد كان كيعرف خصاص في الموارد البشريه والتدبير ما كانش. قلبت على الاداره لقيت ما كاين حتى شي واحد، لا الحراسة على مستوى الإدارة، لا الحراسة، لا الطبيب اللي خصو يكون. طيب، بعد ذلك اش غيوقع؟ منين غيجي الطبيب؟ لا 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 الطبيب الداخلي وغادي يكشف على الوالدة الله يرزقها الصحة، كيكشف عليها، كيطلب مني اني ندير لها واحد الفحص بالأشعة. كنمشي سميتو الراديو باش ندير لها فحص بالأشعة، ما كنلقى حتى شي واحد. تصور معايا في الليل، لو ان الحاله ديال الام ديالي كانت تستدعي تدخل عاجل لا قدر الله. انا كنعطي الحاله اللي انا كنت واقف عليها بشكل ملموس، وحالات اخرى كانت بالجانب ديالي، اطفال كيتالموا، ناس كيتالموا، ناس مهرسين، ما كاين حتى شي واحد اللي كيشوف هذوك الناس. فاذا بيا كننتظر من الليل كامل ما كتجي التقنيه اللي غادي دير الكشف بالفحوص بالاشعه حتى العشرة
حتى العشرة ديال الصباح عاد كتجي، عاد كنعرف المشكل اللي كاين في الضلوع ديال الوالدة، كناخذ سميتو البلاكا كنديها للطبيب لانتيغن اللي جا من بعد في الصباح، كنقول ليه اش عند الام، كيقول لي ما عندها والو، اش غتعطيها، ما عطاها والو، ما تقش في هذه المساله. انتظرت انه يجي شي حد، بقيت كنتسنى حتى 11 ونص حتى جا طبيب وروينا وصداع، جا الطبيب فاذا بالكلام كامل اللي كيقول لي الطبيب المتدرب كيتضرب عرض الحائط، كتولي الام ديالي خصها كشف اخر، وكتولي خصها تاخذ تريتمون، وكتولي خصها عنايه اخرى، في حين ان الطبيب المتدرب اللي باقي، لاننا مقتنعين انه راه لا يملك من الخبره ومن التجربه ما يؤهله، خصو يكون مشرف عليه طبيب، ولكن الطبيب اللي جاء باعتبار انه عنده التجربه تبين لي ان الحاله راه خاصها عنايه طبيه، بخلاف ما لو انني مشيت مع الهضره الاولى كنت غادي ندير لوح الام ديالي في البيت. فبالتالي هل يعقل ان الساكنه ديال مدينه اسفي مني تجي للمستشفى الاقليمي، ومني كنقول الساكنه ديال اقليم مدينه اسفي كنقول 600,000 نسمه، غتجي للمستشفى الوحيد في الاقليم غتلقى هاد العنايه الطبيه وغتلقى هاد الاهمال الطبي. زائد الا بغينا نبعدوا من هاد الامر هذا ونمشوا للسياق العام اللي كيعيشوا المستشفى، المستشفى راه كيعيش حاله من الفوضى طبعا، وكنعرفوا الخلافات الداخليه اللي كاينه على صعيد المستشفى، وكنعرفوا الصراعات اللي كاينه على مستوى البنيه ديال 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 البنيه ديال التدبير ديال المستشفى. فكل هذه الامور هذه ما كنستسغوهاش، ولكن كنحاولوا نبلعوها، وكنقولوا ربما يوما ما غادي تصلح الامور، ربما يوما ما الامور غادي تحسن، ولكن ما نلحظه هو الامور غادي في تدهور وفي تدهور مستمر. شنو الدليل؟ وانه في السابق كنا كنعيشوا الفزاعه ديال عدم وجود الاجهزه وعدم توفر للأجهزة اللي غادي يقدروا يكشفوا بها. فإذا بنا في لحظة من اللحظات كنشوفوا واحد الطفرة نوعية في المستشفى، وأنه متجهز واحد مجموعة من التجهيزات الأساسية، لكن هذوك الناس اللي كانوا في الأمس القريب كيقولوا لينا باللي لا راه ما عندي ما ندير لك، راه ما عنديش الماتيريال. الآن مني ولا الماتيريال موجود، هذوك الناس ما بقيناش كنلقاوهم. فين هما الأطقم الطبية اللي كانوا البارح كيقولوا لينا راه ما عندنا ما نديروا لكم؟ اليوم عندكم ما تديروا للناس، ولكنكم كتخرجوا، ولكن كتمشيو للطب الخاص، كتمشيو كتخرجوا من العمل، من مقرات العمل ديالكم، ما كتحضروش وقت اللي كيكون فيكم الحراسه، وقت اللي كتكون الحراسه. وانا حضرت المساله يوم الجمعه حضرت الحالات كثيره في المستشفى، يوم السبت حضرت الكثير من الحالات اللي كانت حالات صراحه كتحتاج تدخل طبي عاجل، في حين ان الناس اللي فيهم الحراسه يبحث عنهم بالمنقاش، كيقلبوا عليهم بالمنقاش باش يجيو باش يكشفوا على الناس، لان الناس كانوا كيعانيوا. فهل يعقل ان المصير ديال ساكنه مدينه اسفي يكون هذا هو الحال ديالها، ويكون المصير ديالها هو الاهمال الطبي، هو التقصير الطبي؟ ملي كنقول الاهمال الطبي، وهل يعقل عباد الله، هل يعقل، وهذا والله عشتو، هل يعقل ان المسار الاحمر يصور بالهواتف الذكية ديالو البلايك ديال الأشعة، الفحص بالأشعة اللي يصورهم بالواتساب ويصيفطهم للطبيب اللي عنده الحراسة بالواتساب؟ هاد الفحوصات الواتسابية غنوليو كنديرو كشف واتسابي، وغيولي الطبيب يكتب الأوردونونس ويصورها في الواتساب باش الممرض يعطي تريتمون، أو لا باش اللي موجود في المسار الأحمر يعطي وصفة طبية واتسابية. راه مدينة أسفي الآن راه كنعيشوا واحد شنسميها واحد النقله في العالم الطبي، اللي ربما خصها تدرس في الجامعات، لان دخل عندنا الواتساب على الخط، ولات عندنا كشوفات واتسابيه، وصفات طبيه واتسابيه، ولات عندنا فحص سريري واتسابي هنا في المدينه ديال اسفي. فهل يعقل ان المدينه تبقى غاديه في هذا الفساد؟ هل يعقل انه نعيشوا هذه التجارب بشكل مستمر؟ ومن يجي عندنا وزير نخرجوا كنزغرتوا ليه، من يجي عندنا وزير نستقبلوه بالتصفيق، من يجي عندنا وزير نوجدوا كل شيء ونقادوا ونصغرتوا ونصبغوا الحيوط ونستقبلوه بالشكل اللي يليق بمسؤول رفيع المستوى، في حين ان المواطنين كنتلقاو لهم بالاهمال الطبي. راه الا جينا نديروا واحد الصيد الان، دير ميكرو تروطوار هنا، غتلقى واحد النسبه عارمه ديال السخط على هذا المستشفى اللي الخلف ديالي، لان ما كاينش في المدينه ديال اسفي الا واللي عنده ضحيه من الضحايا ديال التقصير والاهمال الطبي، كاين اللي مات نتيجه الاهمال والتقصير الطبي، والاب ديالي عاش هذه المحنه هذه.
الاب ديالي عاش هذه المحنه هذه في 2010 عشنا المحنه مع مستشفى محمد الخامس. نفوت للاقارب غنمشي للناس كاملين غادي نلقاو قبل مده قصيره السيده الان كتصرح ان احدى القريبات ديالها خسرت القرجوطه ديالها في عمليه ديال الغده الدرقيه استطاعت انها تخسر القرجوطه ديالها لان نتيجه خطا طبي. وهلم جرى غادي الا جينا ناخذوا هاد الامور غادي غنلقاو ان كاين اللي عنده مشكل في عظم معين طروا للبطر ديال الرجل ديالو، كاين اللي عنده مشكل في الراس ديالو فارق الحياه. فوالله كنطالبوا من هذا المنبر تدخل عاجل. وهذيك الهضره ديال راه كنوجدوا مستشفى هنا وكنوجدوا ما بقى عندنا ما نديروا بها، خصنا تدخل عاجل في مدينه اسفي على جميع المستويات، خص تقارير ترفع حول مستشفى محمد الخامس اللي تخلي المسؤولين يتدخلوا. راه قنبله موقوته، راه كنقولوا ان مدينه اسفي ومن خلال المستشفى اللي خلفيه الان راه ممكن تكون حسيمه، ممكن تكون سيدي إفني، وممكن تكون اجراده اخرى اللي كتنتظر الاقليم، لانه في اي لحظه ممكن ينفجر. فلذلك كنطلبوا التدخل العاجل من المسؤولين لوقف هذه المهازل ومحاسبه المتورطين في الفساد ووقف هذه المهازل، لان الواقع الاسفي لم يعد يطيقها. وشكرا.